رجح النائب عن دولة القانون قاطع الركاب إمكانية ترشح رئيس الائتلاف نوري المالكي لمنصب رئاسة الحكومة، وفيما نفى وجود عداء شخصي بين الصدر والمالكي كشف عن سيناريو ربما سيؤجل الانتخابات. ورجح الركاب قبول المحكمة الاتحادية شكاوي مجالس المحافظات بقرار حلها، ومن الممكن أن تقبلها المحكمة وتعاد المجالس. وفي حال عودتها ستقرر المفوضية إجراء الانتخابات البرلمانية والحكومات المحلية في آن واحد، لكن بتأريخ قد يكون في نيسان 2022. والمفوضية حاليا تفكر بهذا الأمر لأن الوضع الاقتصادي العراقي لا يتحمل إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية بشكل مستقل.